إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. هل تعلم أن سورة البقرة تجعل البيت مطمئنا وتطرد الشياطين منه؟ وأن البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة شبه في الحديث بأنه كالقبر، حتى يكون البيت مطمئنا سعيدا اقرأ سورة البقرة في كل أسبوع مرة، في كل أسبوعين مرة. إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان. والله لو عاد ميت إلى الدنيا أحب بك من أمك. من اتقى الله جاءه الرزق من حيث لا يحتسب. لا يصلي الله لا ينظر إليه. يجوز لكم السكوت. قال مخافتك يا ربي، مخافتك يا ربي.